أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. دائما في إطار الحوارات التي نخصصها لحصيلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خلال الفترة 2012-2016 والتي نستضيف فيها السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الذي نرحب به من جديد. أهلا وسهلا بك سيد رباح. أهلا وسهلا. بداية سيد عز الرباح، نعلم جميعا أهمية هذا القطاع، قطاع اللوجستيك، يعني في التنمية الاقتصادية. هل أعطيتمونا يعني نبدأ عن هذا القطاع لتعريف المشاهدين أكثر عنه؟ طبعا قطاع اللوجستيك هو من القطاعات المهمة، لا يذكر الاقتصاد بدون الحديث عن اللوجستيك، ولذلك يمكننا نقوله كانت البلاد ديالنا سباقة لوضع استراتيجية في 2010 وتم تفعيل ديالها مع مجيء الحكومة في 2012. طبعا هو مرتبط بحركية التصدير والاستيراد، مرتبط بحركية نقل البضائع على الصعيد الوطني، مرتبط أيضا بالموانئ وبالمحطات اللوجستيكية، يعني التي تقوم بدور كبير على مستوى جمع وتوزيع البضائع، ثم مرتبط أيضا بتتبع لتراسابيليتي، تتبع حركية ديال البضائع، يعني فين كتوصل وفين يمكن لها تكون، ثم أيضا مرتبط بتنظيم يعني المجال. يمكن نجيو أثناء الحديث نتحدث على واحد العدد ديال الأمور مرتبطة بهاد النقطة، وخاصة فيما يتعلق باللوجستيك الحضري. وأيضا له أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بالكلفة الاقتصادية، ولذلك الجميع يتحدث اليوم قبل يعني بأن الكلفة اللوجستيكية في الاقتصاد الوطني تصل إلى حوالي 20% من الكلفة الإجمالية للاقتصاد الوطني، والهدف من الاستراتيجية التي وضعت هو نقلصوا من هذه الكلفة بخمسة نقاط باش الله تولي حوالي 15%، وقد تحقق جزء كبير في هذا المجال، ولذلك يعني كان الاهتمام بالأثر ديال اللوجستيك على الاقتصاد الوطني. ثم أيضا الحديث على ما يتعلق بانبعاثات يعني اللي هي مضرة بالبيئة، خاصة فيما يتعلق بالنقل ديال البضائع، واللي الهدف أيضا من تنظيم اللوجستيك هو تقليل من الأثار الجانبية اللي كتكون سلبية على البيئة. فيمكن نقول هو مهم جدا، ولذلك البلاد ديالنا كانت سباقة كما قلت لوضع هذه الاستراتيجية. هناك دول يلاه الآن بدات كتوضع الاستراتيجيات ديالها، وهي استراتيجيات متشابهة، يعني متشابهة جدا، فتم تفعيلها بداية 2012، وكانت الحمد لله واحد العدد ديال الإنجازات اللي يمكن لنا نتحدثوا عليها. أكيد تفعيل هذه الاستراتيجية، يعني انطلقتم منها، يعني هذه الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية، نتحدث عن هذه الاستراتيجية. أين وصل تنزيل هذه الاستراتيجية؟ ابتداء من 2012 لما تحملنا هذه المسؤولية، وهذه كانت أول مجال اللي تم الاهتمام به، يعني وهو أنه وضع الأسس المؤسساتية لهذا القطاع، لأنه القانون المحدث للوكالة هو قانون قبل مجيء هذه الحكومة، ولكن الوكالة لم تحدث. فأول عمل قمنا به هو إحداث الوكالة الوطنية للتنمية اللوجستيكية، والتي الآن تشتغل بشكل يعني مستقر وبشكل يعني نوعي في هذا المجال. كان هناك أيضا عمل على مستوى تطوير وتأهيل وعصرنة الشركة الوطنية للنقل اللوجستيك، اللي كانت هي المكتب الوطني للنقل سابقا، واللي الآن كتقوم بواحد العمل جبار على مستوى الإنجازات، والآن كتحقق نتائج مهمة. اللي يمكن نقوله الآن لدينا كنتكلموا على 10% 13% ديال معدل النمو لهذه الشركة، وهناك يعني تفاؤل بأن قد نصل إلى حوالي 20%، بمعنى واحد التأهيل كبير لهذه الشركة الوطنية. هناك أيضا عمل على مستوى وضع ما يسمى بالمرصد الوطني اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص، المرصد الوطني للتنافسية اللوجستيكية الذي يرصد تطور هذا القطاع ويرصد المؤشرات لتطور هذا القطاع. تم أيضا التوقيع لما قدم المخطط 2014-2020 أمام جلالة الملك، يعني في زناتها عندما تم تدشين يعني المحطة اللوجستيكية الثانية في زناتها، كان التوقيع على واحد العدد ديال المخططات قطاعية، تهم واحد العدد ديال القطاعات. لم يبقى لنا إلا قطاع المحروقات وقطاع الفلاحة، واللي هو شبه جاهز، يعني المخططات جاهزة. ثم تم إعداد المخططات الجهوية، يعني كافة الجهات ديال المملكة، وللمخطط الأول الذي ينجز الآن هو المخطط ديال الدار البيضاء. يعني فإذا الجهات كلها 12 تكون عندها مخططات جهوية، بعضها تم الانتهاء من الإعداد دياله وسنعرضه للمصادقة على الجهات المختصة، والبعض الآخر قد ننتهي منه قبل نهاية هذه السنة. ثم أضف إلى ذلك أطلقت واحد العدد ديال المبادرات، يعني يمكن نجيو لها بالتفاصيل. منها مبادرة كبيرة جدا وهو تنظيم اللوجستيك الحضري، نظرا للإشكالات اللي كيعرفوها يعني المدن من حيث الاقتضاد، من حيث الحركية ديال السير، من حيث توزيع تخزين البضائع
في أماكن أحيانا تكون عشوائية من حيث الباركين يعني المرائب إلى غير ذلك. فإذا هذه كلها واحد العدد ديال المجالات مرتبطة باللوجيستيكي، وهي مرتبطة أيضا بتأهيل المدن ديالنا، التأهيل الحضاري الذي تعرفه كافة المدن المغربية. يمكن نقول بأنه يعني ديناميكية كبيرة كيأقطب على قطاع ديال اللوجيستيك، واللي خلانا كنحققوا مؤشرات متقدمة يعني ويمكننا نجيولها ونتحدثوا عليها. تقولون بأن هذه المؤشرات هي مؤشرات متقدمة، لكن البعض يتحدث عن مؤشرات سلبية في قطاع اللوجيستيك، كيف لا؟ أولا الحمد لله، يعني يمكن لنا نقول عندما نتحدث عن اللوجيستيك هناك عدة مجالات. يعني إذا خذينا التقرير الأخير ديال البنك الدولي، أدخل فيها الجمارك، وأدخل فيها تتبع البضائع، وأدخل فيها واحد العدد المجالات التي ليست من المجالات التي نحن مكلفون بها. ولذلك نحن نعتبر بأن التقرير ديال البنك الدولي لم يكن منصفا، لأنه خضايا الله الآراء ديال 13 واحد. يعني 13 واحد حكم، وجد في واحد الفترة اللي كان النظام المعلوماتي ديال الجمارك لا يشتغل. فلذلك حكموا من خلال الجمارك ومن خلال تتبع ديال البضائع على المنظومة كلها ديال اللوجيستيك. وإلا كيف يمكن أن يكون المغرب يتقدم من 2004 إلى 2014 يعني 70 نقطة، من الرتبة 84 عالميا إلى الرتبة 16 عالميا فيما يتعلق بالديناميكية اللوجستيكية الدولية؟ كيف يمكن أن نتقدم في النجاعة اللوجستيكية؟ وندخل إلى التقرير نجد أنه يتحدث عن تقدم مدهل في مجال المؤشرات اللوجستيكية. كيف يمكن أن نتحدث على التقليص من مدة ديال المكوت ديال السفن أو التفريغ ديال السفن التي تقلصت بيومين إلى 3 أيام إلى أكثر من ذلك؟ فإذا أنا أعتقد هناك مؤشرات إيجابية كثيرة جدا، ويمكن أن يدل على ذلك الحجم ديال الاستثمارات اللي كتعرفها البلاد ديالنا بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص. نعم، حديثا عن يعني الاستثمارات، ما هو حجم الاستثمارات الذي رصدتموه لقطاع اللوجستيك، وما مدى انخراط المقاولة يعني المغربية الوطنية في هذا الإطار؟ لا، يمكن نقول بأنه اليوم السوق ديال اللوجستيك كان في 2010 كانت تحدثوا على حوالي 19 مليار، اليوم السوق لمارشي السوق ديال اللوجستيك حوالي 22 مليار. هذه بمعنى أنه هناك تقدم نمو بحوالي 5% سنويا. يعني هو أكثر من النمو ديال الاقتصاد الوطني اللوجيستيك، فممكن يكون أكثر إن شاء الله في المستقبل، لأن كما قلت الديناميكية من 2012 حاصلة، وبالتالي غيوقع تراكم والنتائج غتكون أكثر بكثير مما حققناه الآن. وإن كان 5% هو تقدم مهم جدا، أعلى من معدل النمو ديال الاقتصاد الوطني. كنتكلموا على ما بين 2012 و2015 استقرار 30 شركة دولية في المغرب، اللي جات المغرب في مجال ديال اللوجيستيك بكافة أنواعه، ما يمكن أن يخطر على البال، من التخزين إلى التبريد إلى نقل البضائع إلى الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المجال ديال اللوجيستيك. إذن 30 شركة دولية التي قررت، هو مجال استثمار وطني ودولي بامتياز. بامتياز، لأن هناك حاجية للاقتصاد الوطني، الفلاحة تحتاج إلى اللوجيستيك، الصناعة تحتاج إلى اللوجيستيك، الطاقة تحتاج إلى اللوجيستيك، السيرادة والتصدير يحتاج إلى اللوجيستيك، المدن تحتاج إلى اللوجيستيك، يعني الصناعة التقليدية تحتاج إلى اللوجيستيك، حتى السياحة تحتاج اللوجيستيك. اليوم هناك الحديث عن ما يسمى اللوجيستيك توريستيك، بمعنى مرتبطة بالسياحة. هناك حديث حتى على اللوجستيك الإداري، حتى الإدارات تحتاج إلى اللوجستيك، كيف الأرشفة، كيف يعني معالجة السيارات ديال الإدارات، يعني فيما يتعلق بالتخزين ديال المواد اللي كتكون موجودة عند الإدارات، فيما يتعلق بالبارك ديال الإدارات، بمعنى الآليات ديال الإدارات. هناك حتى الإدارات اللوجستيك، وبدينا أيضا مخطط في هذا المجال. فيما يتعلق بالعقار، يعني اللي هو مرتبط أيضا بالاستثمارات، الاستراتيجية 2030 كتتكلم على 3300 هكتار، اليوم وصلنا إلى تأمين حوالي 80% ديال العقار لهذه الاستراتيجية، بمعنى في 5 سنوات أمننا 80%. وأنا كان أعتقد ملي غنوقعوا مع الجهات كلها غنكونوا أمننا أكثر من 3300 كيلومتر، لأن هناك هي استراتيجية، ولكن هناك أيضا تطور، وهناك أيضا طلب متزايد. انتقلنا من 200,000 متر مربع ديال يعني سميناهم لي زونتروبو ديال التخزين، الان كنتحدثوا على 700,000، بمعنى ضاعفناها 3 ديال المرات. كانت في 2010 يلاه 200 هكتار اللي هي يعني اميناجي يعني مجهزه، اليوم كنتحدثوا على 600 هكتار بمعنى 3 ديال المرات. بمعنى هذا شيء يدل على ان هناك تقدم كبير جدا في مجال انجاز استراتيجيه وفي مجال ديال الاستثمار، وبمعنى ان هناك اقبال وطني واقبال دولي. فيما يتعلق بالاستثمارات، تنبغي نقول الراي العام غير ما يقال ان الاستثمار القطاع الخاص هو اكبر بكثير من الاستثمار ديال القطاع العام. شنو اللي عندنا؟ عندنا 3 ديال المناطق اللوجستيكيه كبيره واللي مركز عليها الاستثمارات، وكاين مناطق صغيره موزعه. كاين زناته
زناتا اللي هي مكلفة اللي كتستثمر فيها الآن الشركة الوطنية للنقل اللوجستي، كاين ميطا اللي كيستثمر فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكاين ميدهب اللي هي المنطقة اللوجستيكية ديال لا زون فرونش ديال المنطقة الحرة اللي تابعة لطنجة اللي فيها استثمارات أيضا مهمة، هذه عليها إقبال كبير جدا. ولكن بالدرجة الأولى من القطاع الخاص، ونلاحظ من خلال الأرقام أن القطاع الخاص يقبل على الاستثمار بشكل كبير جدا. وماذا عن تنافسية يعني المقاولة المغربية؟ لا أنا أعتقد عندما نتحدث عن المقاولة المغربية، وهذا لابد أن يوضح للرأي العام، هي المقاولة التي تخضع للقانون المغربي. المستثمر الأجنبي عندما يستقر في المغرب يصبح مقاولة مغربية ويدخل بشراكة مع المغرب، وهذا واحد النوع إيجابي، بمعنى هناك شركة أنتجها المغاربة المواطنين المغاربة، هناك شركة فيها شراكة بين المواطنين المغاربة وبين المواطنين الأجانب، وهناك شركة مغربية يعني 100% من طرف الأجانب، وهذا كيخلق واحد تنافس وكيخلينا أن ننظر إلى الأعلى وليس إلى الأسفل، يعني تيري فير لو هو با فير لو با، يعني وكيخلي أيضا تنافسية كبيرة جدا. ويمكن أن نقول لك واحد العدد ديال الشركات مغربية متميزة في النقل الدولي، متميزة في التخزين، متميزة في التكنولوجيا المعتمدة في هذا المجال، وهي يعني تعطي نتائج جيدة. نعم، نمر الآن إلى النقطة الأخيرة وهي يعني البعد الإفريقي في هذا الإطار، دور يعني قطاع اللوجستيك في تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية. إفريقيا محور أو قضية استراتيجية بالنسبة للبلاد ديالنا، وقد أشار إليها الخطاب جلالة الملك الأخير بمناسبة عيد الشباب. هناك عدة اتفاقيات في مجالات متعددة وفي مجال اللوجستيك بالخصوص، ولذلك هناك اهتمام بإفريقيا من حيث الاستثمار. هناك استثمار في كثير من الدول الإفريقية في المجال ديال اللوجستيك، وخاصة اللوجستيك المرتبط بالدرجة الأولى بالفلاحة، يعني هناك استثمار في هذا المجال. ثم هناك أيضا يعني عمل جبار لجعل المغرب قطب لوجستيكي بالنسبة للاقتصاد الإفريقي، نظرا للموانئ، نظرا للموقع الاستراتيجي للمغرب، نظرا أيضا للسياسة ديال البلاد ديالنا. ولذلك احنا كنا ضمن واحد مؤتمر كبير جدا يعني حول اللوجستيك في الدول الإفريقية، ويتحول المغرب تدريجيا إلى قطب لوجستيكي بالنسبة للدول الإفريقية، فهو بوابة يعني للاستيراد، ممكن أن يكون هو بوابة أيضا للتصدير بالنسبة للدول الإفريقية. ولذلك هناك الربط البحري، هناك الربط الجوي، هناك نقل البضائع يعني واللي كيتطور بشكل كبير بين الدول الإفريقية وبين المغرب، وهناك عمل على إحداث ما يسمى بالمناطق اللوجستيكية الحرة للمنتوجات الإفريقية. ثم أيضا هناك اهتمام كثير من المستثمرين الأفارقة بالاستثمار في المغرب في مجالات متعددة، وخاصة في مجال اللوجستيك لصالح إفريقيا. ولذلك المغرب يتحول الحمد لله يعني هو كذلك، ولكن يتحول أكثر فأكثر إلى قطب يعني لصالح الاقتصاد الإفريقي، خاصة في مجال اللوجستيك. يمكن أن نقول أن الاستراتيجية الوطنية يعني اللوجستيك هي استراتيجية ناجحة وذات أبعاد يعني وطنية ودولية. طبعا هي ناجحة جدا، والمؤشرات تدل على ذلك. لا أكيد قد تكون بعض المؤشرات سلبية، وهذا طبيعي في العمل ديال البشر، ولكن نأخذ الأمور في إجمالها. عندما تكون ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين، عندما يكون هذا الربط مع عوالم أخرى واقتصاد أخرى خاصة إفريقيا، عندما نلاحظ كيف يتحول المغرب إلى مراتب عليا في على المستوى الدولي، عندما نلاحظ أيضا بأنه يعني الخدمات تتحسن في واحد عدد المجالات الموانئ وفي المطارات، وايضا فهذا يدل على انها تتقدم بالشكل الذي تريده بلادنا، والحمد لله. ونتمنى ان تتقدم اكثر. شكرا لك سيد عز الرباح على كل هذه الاجوبه والتوضيحات. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا بك. اعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وادعوكم لمتابعه باقي الحلقات حول باقي القطاعات التابعه للوزاره، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء.